السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وليد وليد، ورجعت لكم فيديو جديد. وإن شاء الله في هذا الفيديو شباب راح أوريكم كيف ترمون السكاكين في لعبة جي تي اي سان أندريس. راح تخلو سي جي يرمي سكين على الناس وبعدها راح يقضي عليهم. المهم شباب، وقبل ما نبدأ الله يسعدكم لا تنسوا تدعموني بزر لايك، وأهم شيء اشتركوا في القناة إذا ما كنتم مشتركين لكي تنضموا إلى عائلتنا الأسطورية. وطبعا لا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا نبدأ، بسم الله ونتوكل على الله. طبعا شباب هذا مود رمي السكاكين. طبعا راح أكتب لكم اسم المود في أول تعليق مثبت، وأنتم ابحثوا عنه في اليوتيوب أو في جوجل وراح تجدوه إن شاء الله. اللي يريد يحمل هذا المود ويجربه طبعا. المهم طبعا أول شيء شباب لازم تحصلون على السكين، هذا أكيد. المهم راح أروح إلى قائمة الغش، بعدها إلى ويبن يعني اختيار الأسلحة وكل شيء. طبعا ها هو السكين شباب، ها هو اوكي، تشوفون ها هو السكين. المهم طبعا شباب راح تضغطون هنا، تشوفون راح تضغطون هنا هكذا، اضغط يا سي جي هكذا. بعدها لما تضغطون راح تظهر علامة حمراء فوق سي جي. بعدها شباب لازم تضغطون على اي شخص تريدون ان ترموا عليه السكين. مثلا انا سأرمي على هذا الشخص، راح اضغط عليه هكذا، بعدها راح اضغط هنا لكي يرمي سي جي السكين. اوكي اضغط، نايس، واو رميت لكن لم يموت، لا ادري لماذا. اوكي خلينا نجرب. طبعا نفس الشيء شباب، تحصلون على السكين هكذا وتضغطون فوق في نفس المكان اللي وريتكم لكي تظهر تلك العلامة الحمراء، اهم شيء تلك العلامة الحمراء التي تظهر فوق سي جي. المهم بعدها تضغطون على الشخص، واو رماها، ها هي هناك شباب، خلينا نروح نشوفها. سكين ها هي في الارض، وات تتدحرج لوحدها. المهم خلينا نقضي على هذا البالاس، راح اضغط عليه هكذا، اضغط على راسي رأسه، بعدها اضغط هكذا. واو ماذا حدث، كسرت العمود، وات صراحة شيء غريب. يلا راح اقضي عليها، تعالي الى هون هكذا. شوفوا شباب يلا ارمي، لا لم اصبها، يلا راح احاول حتى اصبها، نايس اصبت هذا من البالاس بالغلط، وات راح ارمي على الشرطي. شباب ايش رايكم؟ يلا، لا للاسف، يلا راح اعيدها. اوكي يلا ارمي، لا اصبت العمود، يلا الان يلا هكذا ارمي، لا لماذا لم تصبه صراحة لا ادري. اوكي هكذا راح اعملها نفس الخطوات، نايس الان اصبته. تشوفون شباب لما تقرب منه راح اقضي عليه بسرعة. اوكي راح احاول مرة اخرى، يلا تعالي انت الى هنا، اوه رماه سي جي. اوكي الصراحة مود اسطوري شباب باتم معنى الكلمة، يلا ارمي، لا يا سي جي لماذا. اوكي ارمي، لا لماذا يرمي هناك، سي جي غبي الصراحة. A few moments later. خلينا نجرب مرة اخرى هكذا، يو اصبتها من دون ما اضغط عليها، اصبتها صراحة هكذا، يمكن هكذا لكي نشغل المود شباب. خلونا نرمي من دون ما نصوب، يلا ارمي، لا لم اصب. اوكي راح اعيد مرة اخرى، هيا يا سي جي هكذا ارمي، نايس. تشوفون شباب، واو الان فهمت، ما راح اضغط عليه، راح اضغط فقط في المكان الذي ارمي، الذي تضغط في المكان اللي ترمي منه السكين. واو قريب اصبتها، قريب، شوفوا شباب، نايس الان اصبتها، صراحة مود رهيب جدا. واو الى اين ذاهبين؟ ذاهبين يتفرجون لكي يخبروا الشرطة، تعالوا الى هنا، تعال يلا ارمي، ابلع، نايس. اوكي تعال انت الى هنا، ستبلغ الشرطة، تعال يلا ارمي، لا لم اصبه، راح احاول مرة اخرى، يلا اوكي ارمي، لا يلا يا سي جي اصبه، هيا اصبه يلا، نايس اصبته شباب، نايس
صراحة رهيب جدا. يلا راح نحاول. نايس. اوه الصراحة ممتع جدا شباب، والله ممتع المود هذا، والله انه اسطوري. شوف ارمي. لا لم اصبه، راح احاول مرة اخرى. يلا اوكي هكذا. واو الى اين ذهب؟ وات اين ذهب؟ ذهب الى الفضاء. وات صراحة لا ادري. تشوفون واو. يلا راح احاول مرة اخرى شباب. يلا يلا ارمي. يلا يا سي جي اصبها، هي قريبة منك ولم تستطع اصابتها. يلا 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 الان هكذا ارمي. لا يا سي جي، هيا هيا اصبها، ابلع. يو اصبته هو. تعالي الى هنا تهربين. تعالي تعالي. يلا يا سي جي اصبها، ابلعي. يلا اصبها يا سي جي. لماذا؟ لا لم يستطع اصابتها، هي قريبة منه ولم يستطع اصابتها. هيا لماذا لماذا لم يصبك؟ ابلعي. ها 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 اجلدها. يو لم تمت. يو مصرة على القتال، راح اوريها. يلا اهرب يا سي جي هكذا، راح ارمي عليها بالسكين. او لا ابلعي. اهرب اهرب هكذا، بعدها سكين ارمي. يلا موتي، لماذا لم تريد الموت؟ يلا سكين سكين. اوكي ارمي. نايس. لم تموت. وات صراحة شيء غريب جدا. ارمي، لا يريد اصابتها نهائيا، لا ادري لماذا شباب. اوكي راح ارمي على الشرطي. يلا تعال. نايس الشرطي اصبته من المرة الاولى، لكن هذه لا تريد، لا تريد، لا ادري لماذا قضيت عليها. اوه ستخبر الشرطة. تعال تعال. اوه شباب لاحظتم هذا الشيء، رميت على الشرطي وقضيت عليه، لكن لما احصل على نجمة لا ادري لماذا. يلا راح ارمي عليها. لا لم اصبها، لماذا لا يصبها؟ الصراحة لا ادري. يلا ارمي. لا للأسف. اوكي يلا نايس الان اصبتها. المهم شباب هذا هو المود، مود رمي السكاكين. المهم راح اكتب لكم اسم المود شباب في اول تعليق مثبت. المهم في الاخير شباب لا تنسوا تدعموني بزر اللايك، واهم شيء تشتركوا في القناة اذا ما كنتم مشتركين لكي تنضموا الى عائلتنا الاسطورية. المهم شباب يلا اشوفكم في المقاطع الجاية ان شاء الله، مع السلامة. When you feel it's hopeless, when you think that you love